بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثالثة من المحور الثامن الأهداف الخاصة من هذه المحاضرة هي كالآتي الستريين ترانسفورميشن الستريين جوج روزيتس جنرال اكوشنز اف بلين سترين برينسيبل سترين and finally maximum in plane shear strain شايفين على هذه الرسمة هنا النورمال سترين في اتجاه الاكس وهنا النورمال سترين في اتجاه الواي الانفعال في اتجاه الاكس والاتجاه والانفعال في اتجاه الواي هنا معانا شير سترين جاما اكس واي وهو زاوية ان راديانس جاما اكس واي يعني الانفعال على الاكس وعلى الواي بيكون هو نفسه يكون على بلين، تعريف الشير سترين يكون على بلين. بالنسبة للبوزيتيف نورمال سترين، ابسلون، اكس داش، بمعنى انه غيرنا الاتجاه، ما عاد الاكس صار اكس داش، على زاوية ثيتا. كيف تحديده؟ هنا معانا دي اكس داش، دي واي داش، بدل من دي اكس، دي واي. تمام؟ فلا بد من تحديد قانون في طريق بطريقه نظريه لمعرفه او لتحويل الابسيلون اكس الى الابسيلون اكس داش والابسيلون واي الابسلون واي داش نفس الكلام بالنسبه للشير سترين جاما اكس داش واي داش جاما اكس داش واي داش على لما نغير الاتجاه بيصير معنا اكس داش وواي داش هنا لابد من قانون يحول لنا الجاما اكس واي الى جاما x-، y-، هنا معانا uh, شرح للstrain gauge rosettes. The strain gauge rosettes هي طريقة أو هو apparatus لقياس uh, الانفعال. The strain at any angle can be determined. Inversely, if the strain at any angle theta has been measured. we can determine the direct and shear strain in the structure about the X and Y axis. One of typical uh, approaches is that these measurements are done using strain gauge rosettes. A normal arrangement is to have three strain gauges oriented at three different angles to be removed as in the figure below. three gauge rosettes الأولى رقم واحد رقم اثنين ورقم ثلاثة وعلى حسب زوايا بالنسبة لإكس x في ثيتا تو ثيتا ثري. From experiment we have to, uh, عفون, we can acquire three sets of data as theta one, theta three, theta two. من الممكن قياس الانفعال في اتجاه الثيتا 1 ثيتا تو ثيتا ثري. الخطوة الأولى simultaneously solve for the three announced strain εxx، εyy، x xy. and x, القانون هو كالآتي 1 اللي معلوم قيمتها من التجربة تم قياسها يساوي εxx كوساين cos-θ-1 زايد εyy sin sin-θ-1 زايد جاما xy cos cos-θ-1 sin-θ-1 ثم الخطوة الثانية، compute stress components إكس إكس، سيجما Once we find the strains، إكس إكس، then use the relationship between stress and strain to find the stress components. معنا هذه القوانين لحساب الجهدات سيجما اكس اكس سيجما واي 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 اكس وكلها نحتاج فيها القيم اللي تم حسابها من القانون الاول ابسيلون اكس اكس ابسيلون واي واي ان جاما اكس واي الخطوة الثالثة determine principal stresses maximum shear stress and their orientations as well as more circle when necessary البريسيبل Stresses سيجما 11 سيجما 22 تساوي سيجما xx زائد سيجما واي على 2 بلس اور ماينس جذر تربيع سيجما اكس, اكس ناقص سيجما واي على 2 كل تربيع زائد تاو XY واي تربيع ويكونوا في اتجاه تانجنت تو ثيتا يساوي 2 تاو XY تقسيم سيجما اكس, اكس ناقص سيجما واي بالنسبه للماكسيمم Shear اه, Stress تاو ماكسيموم تساوي جذر تربيع سيجما اكس اكس ناقص سيجما واي واي على اثنين كله تربيع زائد تاو اكس واي تربيع هذه القوانين الثلاثة معنا بتمكننا من حساب الانفعال في اتجاه الاكس والواي داش وايضا الشير سترين جاما اكس داش واي داش وهي طريقة شبيهة بالطريقة اللي شفناها بالنسبة لحساب تحويل الجهات مثال ذلك إبسيلون إكس داش تساوي إبسيلون إكس زائد إبسيلون واي على اثنين زائد إبسيلون إكس ناقص إبسيلون واي على اثنين كوساين تو ثيتا بلس جاما إكس واي على اثنين ساين تو ثيتا بالنسبة للاتجاه تانجنت تو بي برينسيبل سترين تانجنت تو بي تساوي جاما إكس واي على إبسيلون إكس ناقص إبسيلون واي وبالنسبة للبرنسيبل سترين إبسيلون ون تو يساوي إبسيلون إكس زائد إبسيلون واي على اثنين بلس اور ماينس جذر تربيع ابسيلون اكس ناقص ابسيلون واي على اثنين كله تربيع زائد جاما اكس واي على اثنين كله تربيع بالنسبة للماكسيموم ان بلين شير سترين الاتجاه يكون حسب ثيتا اس مع العلم انه تانجنت 2 ثيتا اس تساوي سالب ابسيلون اكس ناقص ابسيلون واي على جاما اكس واي اما قيمة السترين جاما ان plane ماكسيموم على 2 تساوي جذر تربيع ابسلون اكس ناقص ابسلون واي على 2 كله تربيع زائد جاما اكس واي على 2 كله تربيع مع العلم انه الافريج دائما وابدا يساوي ابسلون اكس زائد ابسلون واي على 2